السيدات والسادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من وحي رمضان معكم في الإعداد والتقديم عيد جابر ضيف لهذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد قعدان محاضر وباحث أكاديمي وعضو في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية ورئيس اللجنة الدينية في بلدية باكر الغربية. اهلا وسهلا فيك فضيله الدكتور الله يبارك وبارك الله فيك وجزاك كل خير جميعا ان شاء الله بارك الله تعالى فيك وجميع المشاهدين الصائمين ان شاء الله جزاك الله ان شاء الله. الله امين قال الله تعالى في سوره لقمان بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هل فضيله الدكتور الكبرياء او الكبر او الفخر كبيره من الكبائر وما حكم الكبائر بارك الله تعالى فيك الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الله اختي ام فادي جزاك الله كل خير بارك الله تعالى فيك على طرح مثل هذه الموضوعات في هذه الأيام الفضيلة عند الله سبحانه وتعالى ونقول تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات سائلين الله سبحانه وتعالى الغفران وأن يشفع فينا القرآن اللهم آمين يا رب العالمين لنفوز بإذن الله تعالى بأعلى الجنان اللهم آمين يا رب العالمين فنحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الكبر الكبر نتحدث أنه رداء الله سبحانه وتعالى الكبر بالعظمه لانه ليس من عظيم الا الله فنقول صدق الله العظيم والانسان الذي يرى من نفسه تكبرا بمال بلبس ولا بسياره ولا بعلم ولا بوظيفه ولا بمنصب ولا بجاه ولا بحسب ولا بنسب نذكره ان يتقي الله لان الكبر يولد العجب ان تكون معجبا بنفسك واذا ما كان الانسان معجبا بنفسه فهذه افع ان يكون راضيا عن نفسه ممتاز إن انه يشق ويطلع الطاقه الايجابيه اللي فيه يفيد بها مجتمعه وابناء امته ممتاز ولكن ان يولد عندك عجبا تتكبر على خلق الله فهذه مصيبه. نعم. ليه؟ مثل ما بيحكوا بالعاميه، كلنا نعم. اولاد تسعه. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. فلا نتنمر على شكل وهيئة وصورة انسان معين، لان الخالق هو الله. لا اله الا الله. والله هو الذي رزق. فلا تتكبر علي بمال. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك هذا المال لا. ولا تتكبر علي بحسب أو نسب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك أن تكون ابن فلان وأخ فلان ومن قبيلة كذا أو من عيلة كذا هذا هو الذي قدره لا إله إلا, لا إله إلا الله فقال سبحان الله قال والكبر ردائي بعض الأحيان إنسان يتكبر لانه يحسد نعم او بعض الاحيان يتكبر لانه يحقد نعم ويا اهتز ما عليك الا انا نعم بحسد فلان؟ اه حسده بده يبين للناس انه افضل منه الغيره نعم. الغيره، الغيره القاتله نعم, نعم. اني اغار منك واتمنى انه الله تعالى يخليلي كل الخير، بس يا رب اعطيني مثلها هذا ممتاز غير غير بناء هذا ممتاز يعني هدامي نعم غيظة هدامة نعم فضيلة الدكتور، هل الكبر والتعالي على خلق الله كأن هذا المخلوق من طيني والناس من طينه ثانية أو من طينة أخرى؟ بارك الله تعالى فيك، هذا الذي نلاحظه للأسف في أيامنا هذا الذي نلاحظه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي اناس بالذات يعني اخصص واسمح لنا كنا قيمه كبيره جدا عندنا نسائنا وبناتنا واخواتنا الجميع. نعم. انه اي شيء حتى لو وضعت صنفا من اصناف الطعام، وهي انا في شهر رمضان الفضيل المبارك بتلاقيها قاعده بتصور بالسفره لمين؟ عشان مين؟ بتوديها لمين؟ نعم. عندك ما شاء الله قرابه ال 5000 متابع ومتابعه على الفيسبوك. ولا كذا الف العشرات الالاف على الانستا. هل تضعين مثل هذا الطعام لتقولي انا اعيش برفاهيه؟ هل تضعين مثل هذا الطعام على اساس تورج الناس انك انت عايش بمستوى عالي؟ هل هذا هو الهدف؟ نعم. طيب ما غيرك ربما انه مش لاقي لقمه يوكلها صحيح. او يفترض عليها في شهر رمضان الفضيل. لا. فليش تتربي هذا الحقد من الفقير للغني؟ وَمَا أَتَى رَمَضَانُ فِي مَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدِهِ طبعاً لعلكم تتقون ما فيها نقاش نعم ولكن حتى نستشعر بدنا نستشعر هذا الفقير هذا المعدم هذا المسكين الذي لا حول له ولا قوة نحس فيه نعم بدنا نحس فيه يعني مقصد من المقاصد أن الغني يشعر بحال الفقير بس اذا اذا الغني بده يحط ما شاء الله شتى الوان واصناف الطعام والشراب نعم. ما لذ وطاب منها واللي بوكل شوي منها والباقي كلياته بنكب يا ام فادي نعم. فهذا اسلاف وتبذير سيحاسب عنه امام الله سبحانه وتعالى نعم. فلنتواضع من نعم. تواضع لله نعم لا اله الا الله هناك ايضا سؤال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم ولقوله صلى الله عليه وسلم من قضيت له من مال اخيه بغير حق فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار اذا ما حكم شاهد الزور الذي شهد عليه حتى اخذ بشهادته؟ بارك الله فيك شاهد الزور الله تذكرينني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الله. قالوا بلى يا رسول الله أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يا الله قديش الاشي عظيم لك انت تشهد شهادة زور ولا صبية تشهد مع سلفاتها ولا تشهد مع اختها ضد كذا ولا ضد كذا ولا تشهد مع زوجها ضد مش عارف ايه او تشهد على زوجها ضد كذا فلتتق الله لان هذا من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى نعم شكرا لك فضيل الدكتور جزاك الله يبارك فيك. و جزي و جزي كل خير الله كل ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله اجمعين, أجمعين ويجعل إن شاء الله. جميع الحسنات في ميزان حسناتك فيك. ان شاء الله اجمعين ان شاء الله بارك الله فيك اللهم آمين الى هنا ايها السيدات والساده تنتهي هذه الحلقه من برنامج من وحي رمضان شكرا لسماحه الدكتور احمد قعدان محاضر وباحث اكاديمي وعضو في دار الافتاء والبحوث الاسلاميه ورئيس اللجنه الدينيه في بلديه باقه الغربيه وشكرا لمتابعتكم اعزائي المشاهدين والى اللقاء